بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. تكلمت مع حضراتكم امبارح عن زوجات سيدنا النبي، وقلت ان جمعهم القائل في قوله خص مع جزر صحة 11، والسيدة ماريا المصرية دخل النبي عليها بملك الايه؟ بملك اليمين. النهاردة هنتعرف على اولاد النبي وبنات النبي واحفاد النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله باربعة من الاناث وبثلاثة من الذكور. جاب مين من السيدة خديجة؟ سيدنا النبي رزق من السيدة خديجة بسيدتنا زينب، والسيدة رقية، والسيدة أم كلثوم، والسيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. أربع بنات من السيدة خديجة. ورزق من السيدة خديجة بولدين، القاسم وهو ابنه الأكبر من السيدة خديجة، وعبد الله، وكان يلقب بالطاهر والطيب. كان سيدنا النبي يلقب بأبي القاسم وبأبي عبد الله وبأبي الطاهر وبأبي الطيب صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلقب بأبي الزهراء سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. طيب، ورزق من السيدة ماريا المصرية بإبراهيم آخر أولاد النبي، عاش سنة وستة أشهر ومات إبراهيم، وحصل كسوف للشمس، فأم سيدنا النبي لما الصحابة قالوا الشمس كسفت لموت إبراهيم، قال لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما إذا رأيتم ذلك فصلوا وكبروا واستغفروا الله. وقال قولته المشهورة لما مات إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. القاسم وعبد الله ماتوا في مكة، والقاسم مدفون جنب السيدة خديجة في مكة المكرمة. إبراهيم مات في المدينة ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. السيدة رقية تزوجت من ابن أبي لهب. هي ومين؟ هي والسيدة أم كلثوم، عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب، وبعدين النبي فرق بينهم. السيدة أم كلثوم السيدة رقية الأول، بعد زواجها من عتبة وطلاقها تزوجت بسيدنا عثمان بن عفان، جابت منه مين؟ عبد الله بن عثمان بن عفان. والسيدة أم كلثوم لم تنجب لا من عتيبة ولا من سيدنا عثمان. طيب، السيدة زينب بنت سيدنا النبي تزوجت من ابن خالتها أبي العاص اللي هو ابن السيدة هالة بنت خويلد، جابت منه ولد وبنت، علي وأمامة. وأمامة ماتت في عهد النبي، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاتها وبكى، وقال الصحابة: أتبكي يا رسول الله؟ قال: من لا يرحم لا يرحم. وستنا فاطمة الزهراء أنجبت من سيدنا علي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا محسن، ما الطفل صغير، والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم رضي الله عنهم وأرضاهم. دول أولاد النبي وبنات النبي وأحفاد النبي. ربنا يملأ قلوبنا بحب أهل البيت، قولوا آمين. هروح فاصل وارجع تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.